السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اهلا بكم حبايبي بكل المشتركين الجدد. اتمنى ان يشوف قناتي لاول مره يشترك في القناه ويفعل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كده فطائر رمضانيه بحشوات مختلفه. هنعمل بالجبنه الموتزاريلا، وهنعمل بالخضار برده، وهنعمل عندي كبده، ممكن مكان الكبده نعمل لحم عادي. الاول هتكلم معاكم عن المقادير. انا عندي هنا 4 اكواب من الاكواب المعياريه من الدقيق، وعندي هنا 2 كوباية من الحليب، وعندي 1/2 كوباية من الزيت، وعندي هنا 2 كبار من الخميرة عليهم 2 معلقة من السكر. دلوقتي بقى كده نعمل ايه في بولة كده عندي. بولة كده عندي هبتدي انزل بال2 كوبايتين من الحليب. الاول هاخد دلوقتي هبتدي كده انا ضفت شويه لبن الاول على الخميره اللي عندي دي علشان خاطر الغوشه. ممكن تستخدمي خميره فوريه عادي مفيش مشكله، بس فانا هدوبهم كده. دلوقتي بعد ما دوبت الخميره بالشكل ده مع السكر هبتدي بقى كده انزل على الحليب اللي كان عندي ده، انزل عليهم كده بالشكل ده اهو، واقلبهم بقى كويس مع بعض. حاول اقلبهم مع بعض كويس. بعد ما قلبتهم بالشكل ده هبتدي انزل عليهم كده بشويه من الدقيق، حوالي 2 كوباية من الدقيق ولا حاجه. بالشكل ده هقلبهم كده مع بعض. بالشكل ده يا حبيبي. دلوقتي بعد ما دوبت كل الخميره مع السكر مع الحليب اللي عندي هبتدي بقى ان انا اغطي عليها كده شويه لغايه ما تختمر، تعمل فقاقيع كده ولها حجمها تضاعف. وهشوف انا باقي الحاجه اللي عندي هقطعها، بس الاول هغطي ديت كده في اوضه مطبخ واشيلها دلوقتي لغايه ما تختمر. ودلوقتي بقى على العجين اللي عندي ما يختمر، دلوقتي هبتدي اقطع اللي عندي. عندي بصل، وعندي فلفل، وعندي طماطم اهي هستخدمها برضو، وعندي هنا الجبنه الموتزاريلا، وعندي هنا الكبده ممكن نستخدم مكانها لحمه عادي مفيش اي مشكله، لحمه مفرومه او لحمه عاديه. ودلوقتي عندي برضو زيتون هقطعه قطع قطع صغيره. هقطع الخضار اللي معايا ده وهرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني يا حبيبتي. دلوقتي ده شكل العجينه اهو بعد ما اختمر. هبتدي بقى انزل عليه كوبايه الزيت اهي، 1/2 كوباية من الزيت، واحط عليه معلقه من الخل بالشكل ده اهي، معلقه خل. واحط بقى كميه الدقيق اللي فاضل عندي اهي، هبتدي بقى كده ان انا اعجنها. ودي حبيبي شكل العجينه اهو بعد ما عجنتها. دلوقتي بقى هبتدي كده بكيس استرتش اغطيها في مطبخ نظيفه، وهكمل باقي تقطيع الحاجة اللي عندي على دي ما تخمر. وهنيجي دلوقتي بعد ما اقطعها هنشوف هنعمل ايه. ورجعت لكم تاني يا حبيبي. دلوقتي بعد ما قطعت كل الحاجة اللي عندي، كل الخضار وكل، وقطعت الكبدة برضو، وقطعت هنا البصل شرايح والطماطم برضو شرايح والزيتون اهو، ودي الجبنة، وده برضو هحتاج فصين توم كده صغيرين، وده فلفل اهو قطعته، اي نوع فلفل موجود عندك الوان او مش الوان موجود عندك خلاص اعمليه. دلوقتي هبتدي كده على النار في طاسة او في صينية او في حاجة، هبتدي كده احط شوية زيت بالشكل ده كده اهو، حطيت شويه زيت، هبتدي بقى كده شويه كده، وهنزل البصله تشوح شويه. دلوقتي بقى هنزل كده بالبصله تتشوح. تدبل بس كده شويه، وهبتدي بقى عشان خاطر، وبعد ما تدبل هبتدي انزل عليها الفلفل اللي عندي بالشكل ده. بعد ما حطيت البصل عندي وبدا ان هو يتفر كده هبتدي انزل بفصين الثوم اللي عندي دول، وهقلب برده كمان تتشوح البصله شويه كمان مع نفسها.
ودلوقتي بعد ما تشوحي شويه هبتدي بقى انزل بالفلفل، بس مش هضيف الفلفل كله اللي عندي، هضيف بس نص الفلفل عشان النص التاني هحتاجه في الحشوه التانية بالشكل ده. برضو اقلبه كده الكبده مش هتاخد معايا سوا كتير، فدلوقتي بس انا هقلب ده كده يستوي مع بعضه او يتشوح شويه مع بعضه، وكمان شويه بقى ايه هضيف عليهم الكبده بس بنفس الطريقه دي. برضو هبتدي ان انا اضيف الطماطم مع الفلفل، طماطم والفلفل، وهشوحهم شويه برضو على النار، وشويه صغيرين برضو فص صغير توم اهو، هحطهم في طاسه لوحدهم واشوحهم برضو على النار علشان دول هعمل بهم حشوه تانية مع الزيتون والجبنه بنفس الطريقه، وهرجع لكم تاني. مش شكل ده يا حبيبتي. دلوقتي بقى هبتدي انزل بالكبده اللي عندي، نقطعها شرايح شرايح دي، ودلوقتي هبتدي انزل بالبهارات، هنزل بالفلفل والملح واقلب بقى كده. وهنزل عليها بشويه بصل بودر وتوم بودر بقى بالشكل ده اهو، بصل بودر وتوم بودر، دي حاجات بسيطه خالص انا مش بكتر. وهسيبهم بقى كده شويه لغايه اما الكبده تطيب. بالشكل ده هغطيهم بقى واسيبهم شويه لما الكبده تطيب. ورجعت لكم تاني حبيبي. دلوقتي ده شكل عجينه بعد ما استمرت اهو، هطلعها كده ان شاء الله تبقى انا قلبناها كده اهو. هقطعها قطع 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 صغيره صغيره بالشكل ده. ورجعت لكم تاني حبيبي. دلوقتي بعد ما عملت اربعه بس اهوت، عشان بس اوريكم ازاي احنا هنعمله. دلوقتي هبتدي كده ان انا افرتها بالشكل ده اهو، ودلوقتي بعد ما فردتها بالشكل ده هبتدي بقى كده ان انا احط كده الكبده اللي عندي بالشكل ده كده. هبتدي بقى ان انا اقفلها كده زي ما انتم شايفين كده اهو، والطرف التاني برضه هجيبه كده عليه اهو. هحاول بقى ان انا اقفلها كده من جناب بس كده ان انا اقفلها كويس. الشكل ده هاخدها كده في صينية بلدي او صينية اهي، هحطها وهعمل كمان واحدة، هعمل معاكم كمان واحدة. دلوقتي هبتدي اعمل بقى من الحشوة التانية اللي انا عملتها دي اهو، نضيف عليها برضو الزيتون، الزيتون مقطعها شرايح كده بالشكل ده اهو، والجبنة الموتزاريلا اللي عندي اهو، حاول برضو ما نكترش كده. هبتدي برضو اقفلها زي التانية بالظبط اهو بالشكل ده. هاخدها برضو كده بالشكل ده، هحطها عندي في السيف، هكمل بقى اللي عندي وهرجع لكم تاني.
ورجعت لكم تاني حبيبي. دلوقتي ده شكل الفطاير بعد ما حشيتها كلها. كان فاضل عندي 3 فطاير كده فاضيين، رحت عملت بيض، قليت بيض ورحت حطيته فيه. يعني دلوقتي كده هبتدي اعمل كده، هعمل خطوط كده، خط بسيط يدي بس منظر كده للفطاير اللي عندي. بالشكل ده هبتدي بقى ان انا اعمل كل الوش، بس عشان ما ياخدش وقت. وعندي ده هو عسل، هتهني هبتدي ادهن بيه الوش برده كده اهو. ده عسل مخففاه بميه. المخبوزات دي بقى تنفع كده سحور او فطار او اي حاجه، تمشي كده فطار او سحور، تمشي الاثنين مع بعض. دلوقتي اللي انا عملتهم ده هبتدي كده اعمل كل اللي عندي. دلوقتي بعد ما دهنت الوش بالعسل والميه، هبتدي بقى كده ان انا انزل بالسمسم كده حاجات بسيطه كده على الوش. ودلوقتي يا حبيبي ده الشكل النهائي للفطاير اللي عندي. دلوقتي بعد ما دهنت وشها بالعسل وحطيت السمسم اهو بالشكل ده، دي كل الكميه اللي عندي اهو. حشيت كده عندي بالكبده، حشيت بالخضار والجبنه الموتزاريلا، وحشيت كمان بيض، وكمان كان فاضل عندي كام واحد كده صغير حشيتهم جبنة موزاريلا. دلوقتي بقى هطيبهم وهرجع لكم تاني نشوف الشكل النهائي للفطاير المختلفة الحشو اللي عندي دي شكلها. ورجعنا لكم تاني حبيبي. دلوقتي ده الشكل النهائي اهو للمخبوزات اللي عندي. بسم الله ما شاء الله. دي يعني تنفع عندي سحور او فطار عادي خالص. فدلوقتي انا عايزة بقى اوريكم كده من جوه هي عاملة ازاي. دي ما شاء الله دي الكبده، شايفين دي شكلها من جوه ما شاء الله، شكلها تحفه وجميل جدا. ده اهي دي اللي بالكبده. عايزه بقى اوريكم واحده كده، دي الصغيره دي كنت حاطه فيها جبنه، جبنه لوحدها كده اهي. شايفين الجبنة بتموت ازاي؟ عايزة اوريكم واحدة تانية بقى اللي هي فيها الخضار دي. بالشكل ده اهو ما شاء الله، دي اللي فيها الخضار والجبنة. شايفين شكلها من جوه تحفه ازاي شكله، كمان اهو بحس فيه مط كده، بس انا ما قطعتش الجبنه اهي. يبقى دلوقتي احنا عملنا اللي بالجبنه لوحدها واللي بالكبده اهي. وعايزه اوريكم برده كنت عاملاها هنا بالبيض، كنت عامله بيض برده في كذا واحده كده اهي. شايفين بسم الله ما شاء الله الشكل، وده شكلها اهو. يبقى احنا النهارده عملنا فطاير متنوعه، عملنا فطاير بالكبده، وعملنا فطاير بالجبنه، وعملنا بالخضار والجبنه برضو، وعملنا بالبيض. وده يا حبيبي كان فيديو النهارده طريقه عمل المخبوزات او المخبوزات الرمضانيه متنوعه الحشوه. ده كان فيديو النهارده. ياريت لو انت استفدت من الفيديو بتاعي ياريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.